يا صباح الخير والسعادة عليكم، يسعد صباحكم بكل الحب والهنا والبركة. يوم جديد وصباح جديد من صباح البلد، إن شاء الله نكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10. ويا صباح الفل يا جاد. صباحك فل والحمد لله على السلامة، عملت عمرة وربي كده يتقبل يا رب وينولها لنا إن شاء الله وينول كل اللي بيدعي يا رب بإذن الله. صباحكم فل، صباحكم جميل يا رب ان شاء الله، ودايما الجديد والمفيد في صباح البلد. ساعتين هناخدكم في موضوعات وجولات كده مختلفه، ودايما بيبقى في موضوع بنبقى حابين ان احنا نشارككم معانا فيه. هو اكيد لا صوت يعلو فوق صوت قمه المناخ اللي هتستضيفها مدينه شرم الشيخ وتستضيف فعالياتها في نوفمبر المقبل. والحقيقه الاستعدادات خلوني اقول لكم انها يعني شغاله على قدم وساق. امبارح الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أكدت أن الدولة المصرية قررت اغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ كوب 27 والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولي لأفريقيا لإطلاق مبادرة عالمية بشأن إدارة المخلفات. المبادرة دي بتحدد برنامج طموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50% من المخلفات الصلبة المتولدة في أفريقيا بحلول عام 2050. الأمر ده هيساهم في الحد من توليد الغازات الناتجة من المخلفات، ومن ثم التخفيف من أثرها على التغير المناخي، وكمان تقليل الأثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد. المناخ هيشهد يعني او قمه المناخ هتشهد زخم كبير طبعا. باذن الله نظرا لاهميه هذا الملف عالميا مش بس افريقيا. وعندنا خبر خاص بوزاره البيئه وقمه المناخ، لانه وزيره البيئه اكدت انه هيتم اطلاق تحالف شامل لمواجهه تحديات المخلفات والتخفيف من اثارها على تغير المناخ لاول مره في تاريخ مؤتمرات الاطراف. وقالت القارة الأفريقية هتشهد تغير اجتماعي واقتصادي هائل بحلول عام 2050، ومن المتوقع أنه ينمو عدد السكان من 1.2 مليار ل 2.5 مليار نسمة، ومن المتوقع أنه يتضاعف الناتج الإجمالي للقارة من المخلفات من 1.6 مليار طن ل 4 مليار طن بحلول عام 2050. وقالت كمان انه المخلفات المتولده من القاره من المراكز الحضريه اكثر من 60% منها قابل للتحلل البيولوجي، بينما 20% منها قابل لاعاده التدوير زي البلاستيك والمعادن. فان شاء الله نشوف افكار غير تقليديه تخرج من قمة المناخ تكون قادرة على الحد من التغيرات المناخية سواء إفريقيا أو عالميا بإذن الله. بإذن الله، ونتابع أكيد التطورات والقمة، وفي انتظارها في نوفمبر المقبل إن شاء الله في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ. خلونا نقول لكم بقى فقراتنا إيه النهاردة وعندنا إيه، هتابعوها على مدار الحلقة كالعادة. هنبدأ بأبرز وأهم الأخبار وفقرتنا الرئيسية الصحفية، وهيكون ضيفنا فيها الكاتب الصحفي ياسين غلاب نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي. طيب في أي ترندز حصلة الأيام اللي فاتت، في أي موضوعات شغلة الناس على السوشيال ميديا، كل ده هنعرفه في فقرتنا التانية مع فقرة عالم الأونلاين. ولميس إن شاء الله انتظروها تبقى حاجة كده، إيه بنجيب كل اللي فات واللي جاي في الترندز إن شاء الله هيكون معانا النهاردة. فقرتنا الأخيرة هتكون فقرة طبية، هنتكلم فيها عن أمراض الذكورة، وهنحاول نحن نجاوب على عدد من الأسئلة المهمة. النهاردة ضيفنا هيكون الأستاذ الدكتور خالد سالم استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال، وهي دي فقرات يومنا النهاردة اللي هتابعوها على مدار الحلقة. خلونا دلوقتي نبدأ اليوم ونتعرف على حالة الطقس من خلال درجات الحرارة. حالة الطقس ايه النهارده؟ ده هنعرفه بالتفصيل كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انه الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة راطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة راطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ومع بعض هنستعرض سوا درجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية ومن العاصمة المصرية القاهرة العظمى 32 وصغرى 23، بالنسبة لإسكندرية 29 22، الإسماعيلية 32 23، الدقهلية 31 22، بالنسبة للغردقة فارتفاع بسيط شوية 34 25، والمنيا 33 21. طيب تعالوا ننتقل لبعض العواصم العربية والعالمية ونشوف ونتابع مثلا على سبيل المثال الرياض العظمى 41 وصغرى 27، أبو ظبي 37 30، أنقرة 34 18، لندن 17 8، واشنطن 29 17، وأخيرا بكين 33 18. بعد ما تعرفنا على أحوال الطقس، تعالوا كمان نتعرف على أسعار العملات والذهب وصلوا لإيه النهاردة. ونبدأ بسعر العملة، ومن الدولار الأمريكي اللي سجل سعر الشراء النهاردة 19 جنيه 35 قرش، أما البيع 19 جنيه 46 قرش. بالنسبة لليورو 19 جنيه 32 قرش ده للشراء، أما البيع 19 جنيه 44 قرش. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 24 قرش النهاردة سجل الشراء، أما البيع 22 جنيه و38 قرش. نروح للريال السعودي، النهاردة الشراء 5 جنيه و15 قرش، أما البيع 5 جنيه و18 قرش. أخيرا الدينار الكويتي النهاردة 62 جنيه و63 قرش للشراء، أما البيع 63 جنيه وقرش. نروح بقى لأسعار الذهب، ونبدأ بعيار 18 اللي سجل 954 جنيه، لكن استقر عيار 21 عند 1113، بالنسبة لعيار 24 1272، وأخيرا الجنيه الذهب سجل النهاردة 8904 جنيه. لسه مكملين مع حضراتكم، ودلوقتي الرياضة مهمة جدا، 5 دقايق هيفرقوا كتير، نلعب فيهم شوية رياضة هتحسوا بالتغيير. تعالوا نشوف كده بعض التمارين الرياضية مع فرحة. يا صباح الفل والنشاط، وجه معانا مع التمارين بسيطة وخفيفة النهاردة، هنتمرن حاجات مختلفة ومعانا كوتش سارة. صباح الفل يا سارة، عاملة ايه؟ صباح الخير عليكم. كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. مرن ايه بقى النهاردة؟ النهاردة هنتمرن تمارين كارديو مع عضلة القلب، وفي نفس الوقت هنقوي عضلات الرجلين، تمارين فانكشن زي اللي بنعملها في يومنا عادي جدا، هنوظفها ان احنا هنقوي عضلات. حلو قوي، ماشي. قوي عضلات القلب. كارديو ده دايما اللي هو بيحرق دهون، يعني بيحرق دهون، في نفس مرن بقى كده كوردينيشن توافق عضلي عصبي، وفي نفس الوقت تقويه. ماشي يلا بينا، بس تابعيني بقى. يلا ماشي، يلا بينا هنسخن الاول. سخن الاول، مش كعب مش كعب، سخن من تحت لفوق، ايدي بقى معايا كاني بمشي في مكان، بعد كده هطلع لفوق شويه اسرع، كمان 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 نجري. في المكان، بعد كده لورا. كل تمرين من دول بنعملهم من 10 ل 15 عده. اوكي، في الاول حلو، ممكن مره واحده حسينا ان احنا لسه ما سخناش هنعيدهم تاني اهو، مش تكعب مش تكعب، هعمل ركبه لقدام لفوق شويه، اسرع اسرع اسرع، وبعدين نعلي بقى. ماشي ايوه 30 عده، يعني تقريبا 30 ثانيه. حلو تمام، بعد كده لو وبعدين وقف. اوكي طيب، احنا لما بنيجي نقعد على الكرسي مشتنا ركبنا كتفنا على خط واحد، ايدي قدام كان بصي لو جبت مسطره كده بالظبط على خط أوكي. واحد ماشي ماشي، ايدي قدام هقعد 10 عدات، لو في كرسي اقدر المسه وابقى شايفه دايما مش رجلي. اوكي، يعني دايما وانا بقعد ما بملش لقدام، ما اطلعش لقدام ومحمله على الكعب الرجل. بالظبط، مش قادر انزل المستوى ده او المستوى ده، ده اخري تمام، مش مهم كده انا مشغله برضو عضلات. ما نضغطش على نفسنا يعني، يعني ما فيش، على قد ما نقدر. بالظبط، يلا بينا يلا بينا 10 عدات، بعد كده هطلع بركبي لفوق بسرعه، وبعدين 10 عدات هنزل تاني سكوات،
10 عدات، 4، 5 شاطرة يا فرح. بعد كده ايدي من هنا هتعدي من تحت ركبك. اوكي. هنا. 2، 3. لازم بسرعة ولا عادي؟ لا عادي، ممكن مش لازم اسرع حاجة، ممكن بالراحة بس ما اقفش خالص يعني. بس اهم انه رجلي بنطلع الرجل لفوق مش بننزل بظهرنا، علشان اشغل الكور معايا والرجل هنا. أوكي. تحت رجلي، تحت ركبي، وبقرب الابر بادي او الجزء العلوي من رجلي. بعد كده هنزل تاني سكوات. ماشي. يلا يا فرح، اللي شغال معانا هيحس بعبرة قلبه، هيحس ان نفسه عالي مش زيي خالص يعني. انت شاطره يا فرح، انت رياضيه قديمه. رجل ورا. اوكي كده. بلمس بس. بصي يا ساره، بلمس بس بالمش. لا اوكي، بلمس ارجع تاني في مكاني، المس ورا. مش بننزل يعني. بالظبط. هنا والورا، تاتش الورا. بعد كده سكوات تاني، يلا بينا. صوت جميل يا جماعه، الصوت جميل، بيشغل كل عضلات الرجلين وفي نفس الوقت احنا بنعمل كارديو. اوكي. تاني فوق 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 بسرعه، 10 عدات. هنزل سكوات، هنعيدهم مره كمان. تاني راوند سكوات مع ني هاي، وايدي من تحت ركبي. حلو. بعد كده سكوات تاني. خسينا 5 كيلو تقريبا يعني ممكن 3 كتير، 5 كيلو في التمرين. هلمس لورا، هلمس ورا. هايل. اهم حاجه طبعا في تمارين الكارديو ان انت لما تكوني معليه الهارت ريت او ضربات القلب لازم بعد ما تخلصي تمرين تهدي. ما ينفعش اقف فجاه زي اللي بيجري في غلط انه اخلص واقعد ارتاح. ما ينفعش، انا تعبت بمشي في مكاني، بقلل سرعه ضربات قلبي بالراحه. اوكي، دي نصيحه مهمه جدا يا ساره فعلا. ما ينفعش ان انا اللي حتى بيقطع الحبل في اي سباق بيكمل بعد كده. بيخفف شويه. ما ينفعش يقف مره واحده. اوكي. بنهدي. طب بالنسبه لشرب الميه يا ساره، واحنا بنتمرن ودقات القلب بالظبط سريعه وكده بنستنى صغير، بس لازم طول التمرين اشرب ميه. ما اشربش ميه مره واحده. اوكي. اشرب ميه بالراحه حبه حبه علشان خاطر جسمي برده ما يحصلوش بيها دي. حلو قوي. ميرسي يا ساره، ميرسي، انت دايما منورانا في صباح البلد. ميرسي يا فرح، شكرا. صباحكم زي الفل. شكرا فرح. ودلوقتي خلونا نتابع موجز لاهم الاخبار مع رشا. شكرا لميس، صباح الخير والى موجز اخبار صباح البلد. يغلق موقع التنسيق الالكتروني اليوم باب تسجيل الرغبات ضمن اعمال مرحله تقليل الاغتراب، وذلك بالنسبه لطلاب الثانويه العامه بالمرحله الثالثه للتنسيق وطلاب غير المستفيدين من تقليل الاغتراب بالمرحله الاولى والثانيه، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن من مكتب التنسيق لاعمال المرحله. ويتم التقديم في مرحله تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. تواصل اليوم مبادرة كلنا واحد لعرض مستلزمات الدراسة مخفضة الأسعار استقبال المواطنين لشراء الأدوات المدرسية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. يبدأ مترو الأنفاق اليوم طرح استمارة الاشتراكات للطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل من 5:15 صباحا وحتى 1:00 الليل، فضلا عن شرائها من داخل مكاتب الاشتراكات.
أصدر زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون في ختام الاجتماعات بيان إعلان سمرقند، والذي تضمن عددا من النقاط والمسائل الإقليمية والدولية، أبرزها عدم السماح بالتدخل في شؤون الدول بحجة مكافحة الإرهاب، التسوية السريعة للوضع في أفغانستان وعدم انتشار الأسلحة النووية في العالم واستمرار نزع السلاح النووي. هذا وأكدت الوثيقة على أن التطبيق الأحادي الجانب للعقوبات الاقتصادية بخلاف تلك التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. يذكر أن مصر قد وقعت على مذكرة انضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار الأربعاء الماضي. فتحت المباني الحكومية في باريس أبوابها للجمهور اليوم، ومن بينها قصر الإليزي الذي يستقبل الزوار في إطار يوم التراث الأوروبي 39، ويسمح للجمهور بزيارة المباني الحكومية والنصب التذكارية التي عادة ما تكون أبوابها مغلقة. هذا يشكل الحدث فرصة للجمهور من جنسيات مختلفة للتعرف على التقاليد الثقافية الأوروبية. رياضيا، يلتقي في 9 مساء فريق فيوتشر اف سي مع نظيره فول الاوغندي في اياب الدور التمهيدي لبطوله الكونفدراليه على ملعب السلام. يذكر ان مباراه الذهاب قد اقيمت في اوغندا وانتهت بالتعادل السلبي، ويسعى فريق فيوتشر الى الفوز في مباراه اليوم حتى يواصل مشواره بالبطوله. ويلتقي في 1:30 ظهرا فريق مانشستر سيتي مع منافسي وولفرهامبتون ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي، فيما يلتقي في 4:00 نيوكاسل مع نظيره بورنموث، وهذا وتختتم المباريات في 6:30 مساء بلقاء فريق ليستر سيتي مع منافسي توتنهام هوتسبير. نهاية الموجز، عودة للميس وجاد. شكرا رشا. بعد قليل ان شاء الله رشا وضيفها في الاستوديو وجوله في الصحف لمناقشه عدد من الملفات الاقليميه والمحليه باذن الله. اما دلوقتي فهنسيب حضراتكم مع تقرير عن افتتاح مركز دكتور احمد عكاشه للطب النفسي بجامعه عين شمس. استمرارا لدوره الانساني في تقديم الرعايه الطبيه النفسيه عاليه الجوده للمرضى النفسيين وضحايا الادمان خاصه لغير القادرين، كأحد الصروح الطبية في مجال الأمراض النفسية التابعة لجامعة عين شمس، احتفلت جامعة عين شمس بافتتاح مركز دكتور أحمد عكاشة للطب النفسي، وذلك بعد أعمال إحلال وتجديد وتطوير شامل لكافة أقسامه كنوع من ضخ دماء جديدة في شرايين هذا الصرح الكبير. كان ذلك في حضور عالم الطب النفسي دكتور أحمد عكاشة ولافيف من الأطباء وأساتذة الجامعة، وعلى رأسهم دكتور محمود المتيني رئيس الجامعة. المركز دلوقتي أصبح يتسع لمرضى بيتعالجوا مجانا في مصر على أحسن مستوى، يمكن أحسن من المستشفيات الخاصة، وفي نفس الوقت هنديهم الخدمة إن في 24 عيادة خارجية دلوقتي بدل من 8، يعني معناها هنشوف آلاف من المرضى، لأن احنا تقريبا ثلث القاهرة بيتعالجوا اللي بيعي نفسيا، يعني مش كلهم طبعا بيتعالجوا. مع التغيرات السريعه والمتسارعه جدا في التطور في الطب بصفه عامه وفي التخصص الطب النفسي بصفه خاصه، كان يجب ان احنا نطور هذا المركز عشان يتواكب مع متطلبات والتغيرات السريعه وتطوير التخصص. هو مركز استاذ دكتور احمد عكاشه تم افتتاحه اول مره عام 1990، النهارده احنا بنعيد الافتتاح بعد التجديد والتطوير، وهو تطوير اكثر منه تجديد، لان احنا بنطور المكان وبنطور الخدمه الطبيه، وده كما شاهدنا في اثناء الافتتاح الخدمات اللي بتقدم في مركز الطب النفسي خدمات كثيره ومتنوعه تخدم جميع المرضى خاصه غير القادرين. الهدف ان احنا بنقدم خدمه طبيه متميزه لغير القادرين، اللي بيحصل عليها القادر بفلوس احنا هنا بنقدمها له بنفس القوه من غير فلوس ان شاء الله. ودلوقتي خلونا نتابع تقرير تاني هنشوف فيه مؤتمر صحفي حول استضافة مصر للمؤتمر العالمي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي. خلونا نتابع تفاصيل.
كل حاجة، بيتبادلوا الرؤى، بيتبادلوا الأفكار، كل واحد بيدي تجربته. ماذا حدث لما ما غيرناش؟ إيه اللي حدث لما غيرنا؟ الطالب طلع أقوى ولا أقل؟ المهارات اللي إحنا عايزين الطلاب الطب في هذه السنوات يكتسبوها. مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة في فقرتنا الكاتب الصحفي الأستاذ ياسين غلاب، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي. أستاذ ياسين، صباح الفل وأهلا بك. صباح النور يا فندم، صباح النور. خلينا نبتدي جولتنا بالحديث عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر مؤتمرا صحفيا اليوم حول هذه الاستراتيجية بحضور وزراء التموين والتعاون الدولي والتعليم العالي والصناعة وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين. وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المؤتمر الذي يعقد اليوم تحت رعاية رئيس الوزراء يقدم نماذج جيدة للملكية الفكرية للمجتمع الدولي، وسيكون لها مردود في الداخل على الصناعة وكل الأنشطة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي من المقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل في احتفالية كبرى تقام بهذه المناسبة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات. أستاذ ياسين، يعني إيه هي الملكية الفكرية؟ ويعني إيه مصر بتطلق استراتيجية الملكية الفكرية؟ هو ورد في الخبر ثلاث مصطلحات عايزين نفهمه. أول حاجة اسمها الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، المصطلح الثاني أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الثالث رؤية مصر 2030. نعم. الدول الناشئة أو الصاعدة أو الواعدة لما تبدأ اقتصادها يصل إلى مرحلة محترمة، مرحلة جيدة، بتبدأ تؤطر أو تنظم. هي الملكية الفكرية موجودة عندنا من زمان، لكن أن تكون استراتيجية وطنية شاملة، يعني إحنا عندنا رؤية شاملة للملكية الفكرية. طب إيه هي الملكية الفكرية؟ الملكية الفكرية تختص بكل إبداعات العقل البشري، من أول الترابيزة اللي إحنا قاعدين فيها لحد الكاميرا لحد التلفزيون لحد الكمبيوتر لحد كل ليس الإبداع الثقافي فقط، ليس الإبداع الثقافي ولا ما نعرف عن حق المؤلف، هو جزء، هو بينقسم إلى قسمين يعني بشكل عام. كل ما يتعلق بالإبداعات المادية والإبداعات أو الثقافية أو الفكرية، فهنا بيسموه حق المؤلف وهنا بيسموه حق الملكية. الدول الكبيرة اللي بتحترم نفسها، ودايما مصر دايما زي ما احنا بنتعامل بتتعامل في وقت عز فيه الشرف، يعني احنا في ظل الحروب اللي جاية دي ممكن ما نتكلمش عن الملكية الفكرية لأنه هتصبح بعضها مشاع، لكن احنا بنقول للعالم احنا دولة مستقرة، دولة قائمة على العدل والقانون، دولة تحترم نفسها وتحترم الآخرين. طب ده فايدته ايه؟ ده الأهم. الملكية الفكرية دي أو المنظمة دي ظهرت تقريبا من 1967 وبدأت رسميا 1970 وبعدين انضمت للأمم المتحدة، فأصبحت حاجة عامة، حاجة يعني تخص الأمم، منظمة دولية. المنظمة الدولية دي بتشرف على ما يسمى حقوق الملكية الفكرية. نعم. اللي هي الإبداعات بتاعت البشر كلها. طب أنا عايز أستثمر وعايز أجيب استثمارات من بره، الاستثمارات دي تتعلق بابتكارات واختراعات، فأنا بقول لصاحب الابتكار وصاحب الاختراع اللي هو تعب وشقي واستثمر في 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 اختراعه، أقول له حقك محفوظ عندي، تعال استثمر عندي وحقك محفوظ، بس أنا عندي برضو استراتيجية وطنية الحاجات اللي أنا محتاجها. بالمناسبة هو ذكر طبعا قطاع الصناعة، نستغرب او مش نستغرب كتير قوي لما نعرف انه في 25 معاهده
للملكية الفكرية على مستوى العالم شاملة، منها 16 معاهدة في الصناعة. يعني أنا الاختراعات اللي هي بتؤدي إلى تحسين جودة الحياة، اللي هو ده يرتبط بقى بإيه؟ أهداف مصر 2030. إن الهدف الأول من مصر 2030 تحسين مستوى جودة الحياة. طب تحسين مستوى جودة الحياة ده مصطلح فضفاض، هيجي منين؟ هيجي إن أنا أعمل مشروعات، والمشروعات تتطلب إن أنا أجيب استثمارات، والاستثمارات دي أصحابها شركات عندها اختراعات وابتكارات، فأنا بقول لهم أهلا وسهلا بيكم في مصر. على كلامك أستاذ ياسين، يعني الملكية الفكرية لا تختص بالمصريين فقط. لا طبعا، ده في العالم كله. لا، ما انا اقصد ان احنا لما هنطلق استراتيجيه الملكيه الفكريه، انا ممكن باستثمار او باختراعات معينه او بمصانع معينه او بابتكارات معينه من الخارج ويبقى. والداخل يعني انا لو عندي بره، لا لو عندي للداخل هياخده بره، انا ليا حقوق بحافظ عليها، واللي بره ليه حقوق احافظ عليها، بس المهم انه يحصل فيه تبادل للتكنولوجيا. يعني هي استراتيجيه منظمه لكل حقوق الملكية، زي ما عند حضرتك بتملكي بيتك. أنا التصميم اللي أنا صممته في الكاميرا أو الكمبيوتر أو الموبايل أنا ليا حق فيه. فأنا ما جيش واحد يعمل شركة مقلدة ويعمل وياخد حقي، أنا كده بخسر صاحب المنتج أو الإبداع الأصلي. بس ده بيحصل في العالم كله. ما هو بيحصل. بس ليه محاذير وليه سلبيات. يعني اللي عايز يستثمر هيجي، مش هيجي عندنا، أقول لك دي دولة ما بتحترمش حقوق الآخرين. فأنا منتجي أحافظ عليه وأحافظ عليه بره، وفي نفس الوقت منتج الآخر أحافظ عليه وأجيبه بره. بس مش حكاية منتج بس، ده أي اختراع جديد أنا عايزه. أصل أنا ليه سألتك كمان السؤال ده؟ يعني لما شفت مين الحضور اللي هيبقوا موجودين، لقيت مثلا وزراء التموين، فأنا قلت التموين ماله مال الملكية الفكرية يعني. ما هو إحنا الملكية الفكرية تشمل من أول تصميم الغلاف لسلع غذائية. من أولها لمنتج حتى الحاجات البسيطة. طبعا. هي شاملة ويعني مشترك فيها يعني أهم الدول اللي في العالم كله مشتركة فيها، فتشمل بقول لك حضرتك يعني من علبة الشاي باكو الشاي. العلامة التجارية. العلامة التجارية. ده بتاعي. احنا طبعا في ناس كتيره بتعمل زي المنتجات اللي احنا بنسمع عنها مثلا، فياخد حرف من كلمه ويغيره ويقول ده منتج. طب ما انت مقلد التصميم. صحيح، انت مقلد ال ده في محلات كتيره عامله كده كمان. صحيح. يعني فده بيخلي الناس اصحاب الاستثمارات الجاده تحجم عن الدخول في السوق المصري. لكن هل يعني مثلا اصحاب الملكيه الفكريه لما هيبقوا موجودين من خلال هذه الاستراتيجيه ويتم تسجيل اختراعاتهم او ابتكاراتهم او منتجهم او هل سيعود عليه بالنفع بشكل ما؟ ايوه، ما انا بقول له ان السوق بتاعي سوق افيشنت، سوق محترم. تعال استثمر عندي بعلاماتك التجاريه، بمنتجاتك واختراعاتك الجديده. يعني ده تشجيع للاستثمار. طبعا. نعم. هو الهدف منه تشجيع الصناعه تحديدا. نعم، اوكي. طيب انتقل لخبر اخر، حيث اشاد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس امناء المرصد العربي لحقوق الانسان عادل بن عبد الرحمن العسومي باستضافه مصر الدوره 27 لمؤتمر اطراف اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم بمدينه شرم الشيخ، والتي تاتي في اطار جهودها المتميزه لوضع اطار ملزم للدول حول العالم في قضيه التغيرات المناخيه. اكد العسومي في كلمه القاها خلال افتتاح الاجتماع السابع لمجلس امناء المرصد العربي لحقوق الانسان برئاسته ضروره تكاتف الجهود العربيه من اجل مواجهه قضايا تغير المناخ والتي تؤثر سلبا على قضايا الامن الغذائي، واعرب عن امله ان يسهم هذا المؤتمر في مصر وما يليه في دوله الامارات العربيه المتحده في مجابهه التغيرات المناخيه وتاثيراتها السلبيه، وان يكون لدينا اليات للاستعداد لمجابهه هذه السلبيات. يعني مؤتمر شرم الشيخ دلوقتي او كوب 27، خلينا نقول مؤتمر المناخ، خرج الى يعني خلاص ابتدينا نشوف التجهيزات الاخيره، بدا الحديث على مستوى الدول بشكل اكبر لحضور هذا المؤتمر، وهو له اهميه كبيره جدا نظرا لما نشاهده حولنا في العالم من تغيرات مناخيه ابتدت تاثر على الشعوب بشكل كبير. شايف يعني دلوقتي لما احنا بنقول ان مصر هتستضيف كوب 27، كوب 28 هيبقى في الامارات، والدول العربيه هي خلينا نقول من اقل الدول تاثيرا على المناخ.
والدول الكبرى الصناعية 20 دولة تحديدا هي اللي مأثرة هذا التأثير الصعب اللي احنا بنشوف أثاره دلوقتي علينا. شايف مصر ممكن انها من خلال هذا المؤتمر ومن خلال هذا التجمع ومن خلال الشخصيات اللي هتيجي، سواء بقى برؤساء بعلماء بوزراء بكل الزخم اللي هيبقى موجود، هل يعني خلينا معترفين كوب 26 في جلاسكو كان في العديد من القرارات اللي طلعت ما تعملش منها حاجة خالص خالص، يعني خلينا صراحة، هل نقدر نعمل ده في كوب 27؟ جميل خالص. أبا نحط عدة نقاط. أولا التغير المناخي أصبح واقع ونشوفه، واقع مؤلم وتأثيراته مباشرة زي ما تكلم الدكتور عادل العسومي تحديدا في منطقتنا العربية، لأن المنطقة العربية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي الأكثر تأثرا. صحيح. برغم أن هي الأقل. صحيح. في انبعاثات الكربون والتلوث، لكنها الأكثر تضررا في الفترة اللي جاية، لكن التضرر ده يمكن التكيف معه. الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي للتذكرة عمل مبادرتين، مبادرة اسمها التكيف مع التغير المناخي، ومبادرة تتعلق بنفس الجهة بنفس الموضوع في 2015 و2016 تحديدا. فاحنا شايفين الدنيا رايحة فين. طيب التغير المناخي ده خلينا نمسك، احنا هيجينا 200 دولة، وفود من 200 دولة حوالي 32 ألف مشارك. انت قلتي جلاسكو 26، قبل جلاسكو 26 كان في باريس 2015. وعلى التغير المناخي ده ما حصلش فيه فعلا او التزاما من الدول الغنيه زي ما حضرتك بتقول اللي هي المسببه الاكبر للمناخ في ان توفر التمويل اللازم لتقليل تاثيراتها السلبيه على باقي العالم وخصوصا منطقتنا. يعني فرصدوا 100 مليار دولار. طبعا 100 مليار دولار ده لا يمثل يعني حوالي من 2 الى 3% من او 4% من الناتج الاجمالي لافريقيا. احنا محتاجين زي ما قال الرئيس كده 800 مليار دولار لحد 25 عشان نقدر نتكيف. مصر عشان الموضوع ده اولا هي بدات فيه بدري، عملت في الطاقه المتجدده وده اهم ما يميز التغير المناخي، لدرجه ان احنا 20% من انتاجنا من الطاقه اصبح من الطاقه المتجدده. نعم. احنا اصبحنا مشتبكين مع المستقبل العالم كله، وهنوصل ل 40% ان شاء الله. ان شاء الله حتى الاستثمارات في وصل 60% في الاستثمارات الجديده. برضو عايزين نفهم يعني ايه تغير مناخ. تغير المناخ ده بيفرض حاجه اسمها التغير او الانتقال الطاقي. يعني ايه؟ يعني العالم كله بيشتغل بالوقود الاحفوري، البترول والغاز والنفط اللي بيسبب الكربونات وانبعاثات، هم خمس غازات وثلاث بدائل للحاجه اسمها الكلوروفلوروكربون. طب انا عايز اسيب الوقود ده والطاقه ده عشان اقلل من تاثيراته اللي هي بتعمل تغير مناخ، اللي هي بتعمل احتباس حراري، اللي هي بتجيب لي الفيضانات والسيول وتقلل من 50% من انتاج القمح على 2050، حتى الاسماك، حتى حاجات كتير. الطاقه دي عندنا احنا بقى، الطاقة المتجددة دي عندنا احنا. فمعناه ان انا اتحول لاقتصاد اخضر. طب معناه ايه تاني برضو؟ ان انا هغير مفهوم الصناعة اللي موجود في العالم من استخدام تقنيات جديدة، وسائل وادوات جديدة، بنشئ اقتصاد قائم على طاقة جديدة غير الاقتصاد اللي قائم. فاحنا بنستخدم بورقة ضغط قوية. عندنا بتتكلم على مصر؟ على مصر والعالم برضو. هم محتاجين، ما هو العالم محتاجين. دلوقتي مع الأزمة الروسية اليوكرانية في دول كتير ابتدت ترجع للفحم يا فندم. ما هو هترجع بس مش هتتنازل عندها، هي الخطين هيمشوا متوازيين لحد 2030. لأنه أنا ما هو نديتني درس، أنا دلوقتي بعتمد على البترول والبترول اتمنع عني، أعمل إيه؟ لازم أفكر. حتى لو اتفق الغرب مع روسيا لازم المشروعات دي هتتم وهتستكمل، لانه لا بديل لاوروبا. يعني 46% من اراضي اوروبا اصبحت معرضه للجفاف. فانا عندي ورقه ضغط. تاني حاجه انا بمثل القاره الافريقيه كلها، وبمثل منطقه الشرق الاوسط والدول العربيه كلها، ودول علشان لما اتكلم الدكتور عادل عسومي محتاجين انه يبقى في كتله ضغط، توافق، توحد. طب مش بس كده، مصر عامله خمس اجتماعات، اجتماع لقارة آسيا، اجتماع لقارة أفريقيا، اجتماع لقارة الأمريكتين، اجتماع لقارة الدول العربية كان في بيروت من حوالي أيام،
واجتماع لأوروبا. أوروبا محتاجة ده. فالتنظيم والضغط والتكلم أو التحدث بصوت واحد مع إيجاد الخدمات أو البديل أو الحاجة بتاعتهم عندي، ما أنا ممكن أصدر لهم من ده كهرباء وأصدر لهم طاقة، فهم محتاجين. بس هي محتاجة ثقة لدولة زي مصر، شخصية قيادة سياسية حكيمة زي السيد عبد الفتاح السيسي، تنظيم صوت واحد من الدول العربية والدول الأفريقية. نتوقع بإذن الله أن تكون هذه القمة لأول مرة تشهد تفعيل حقيقي للتمويل الأجنبي أو التمويل الغربي اللي هم يدفعوا جزء من ثمن ما سببوه من كوارث. وفي نفس الوقت ده بيصب لمصلحتهم زي ما بنقول، ما هي في الاخر مصلحه العالميه. رغم الازمه العالميه لان هم محتاجين، هم مش جايين يعملوا يتكلموا في الكلام ده يعني لولا احتياجهم اصلا. يعني انا طبعا في كلام، فاحنا عندنا الفرصه وعندنا الامكانيات وعندنا القدرات وعندنا الادوات الدبلوماسيه غير الدبلوماسيه، وعندنا صوت كامل اسمه قاره افريقيا، وصوت كامل اسمه الدول العربيه ومنطقه الشرق الاوسط. ناس كتير معانا تضغط في هذا الموضوع. نعم. طيب انتقل لخبر اخر، حيث اعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن الانتهاء من مشروعات للطرق بعدد من محافظات الدلتا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة تنقل المواطنين وزيادة حجم التجارة بين المحافظات. وقام الوزير أمس بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، وأعلن الانتهاء من تنفيذ كوبري علوي بمدينة بلبيس بالشرقية بطول 500 متر وبتكلفة 88 مليون جنيه. كما أعلن الانتهاء من مشروع ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين الذي يبلغ طوله 37.5 كيلومتر بواقع 3 حارة مرورية لكل اتجاه بتكلفة إجمالية 1,787 مليون جنيه. تفقد الوزير مشروع توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة، وكذلك الانتهاء من إنشاء منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة في تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية دمياط الغربية الدقهلية إلى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولي الساحلي. خليني أتكلم بشكل عام، دي جولة من ضمن جولات كتيرة إحنا بنتابعها، لكن المشروع القومي للطرق يعني مش على كلامي أنا كمواطنة مصرية، على كلام أي حد بيجي يزور مصر، غير ملامح مصر. يعني حقيقي ده تغيير لملامح مصر وإنجاز، خليني أقول ما بعده إنجاز. وبعدين أنا ببقى سعيدة جدا تحديدا لما بقرأ في الخبر إنه تسهيل حركة من محافظات الشرقية دمياط الغربية الدقهلية للمدن الساحلية. يعني أنا بتكلم على حركة تجارة كانت فيها معاناة وكانت فيها بتاخد وقت طويل جدا، وبتكلم على الوصول للموانئ، الوصول للأسواق الخارجية بشكل يعني عالمي. خليني أقول طيب دايما الكلام يبقى ليه واقع وتأثير لما يجي في سياقه. نعم. لأن الخروج عن السياق جريمة. احنا كنا بنتكلم زمان كتير قوي عن زحمة، عن الأعصاب وتوترها، عن المجهود، عن تلت عمرنا بننفقه في المواصلات، عن دراسات يابانية بتقول ان القاهرة في 2016 هيصب الشلل، هتبقى جراج كبير، هتبقى جراج كبير. ده اللي اتقال صحيح. طيب بغض النظر عن ده كله، الطريق هو حياة. الطريق هو الذي يسمح لنا بعمل مجتمع عمراني بكل ما يتعلق به، عمل مشروع تعديني، عمل مشروع صناعي، عمل مشروع زراعي، سياحة، كل ما. يعني أنا لو عايز أروح مكان وسياحة وفي مجهود وفي مسافة، هاخد عيالي وأقعد، مش هروح، لأنه عارف نفسي التكلفة والإجهاد قد إيه. فاحنا نقول الطريق حياة لأنه يشمل تنمية شاملة. طب هو المشروع القومي للطرق ده مجرد طريق؟ لا، ده استراتيجية شاملة. كانت المفترض الجزء اللي احنا خلصناه من زمان ده كان ينتهي 2030،
على الخطه اللي كانت موجوده في 2009 وما قبل ذلك. قالوا لو هنعمل الطرق دي قدامنا لحد 2030 هنعمل طريق. احنا عملنا 7000 كيلو متر طرق جديده تمثل 20% من طرق مصر كلها. طب هو الهدف الطرق ولا الهدف ان انا انقل مصر من درجه؟ عشان كده التفكير الاستراتيجي والاخذ في الموضوع في سياق، شوفوا احنا رايحين فين. فانا هعمل الكلام ده اللي هو قد ال 100 سنه اللي فاتت دي كلها طرق عملتها. هدفي ايه؟ هدفي ان انا مع الزياده السكانيه بتاعتي ان انا انقل 25 مليون شخص على الاقل من مساحه ال 7% اللي احنا فيها ومكدسين فوق بعض، هنوصل ل 14%. أبو هو بس مجرد نشر؟ لا، ده أنا كل حاجة معمولة بحيث إنها توصل بعضها ببعض، بحيث إن أنا لو أنا في المنصورة زي ما حضرتك عايزة تروح الطريق الساحلي هلاقي سكة على طول مباشرة، لو أنا عايز أجي القاهرة مباشرة، لو أنا عايز أروح الصعيد مباشرة، لو عايز أروح البحر الأحمر مباشرة. فأنا أي مستثمر هيجي، مصر عندها إمكانيات بس هتكلفني كام الإمكانيات دي؟ أو القدرات الواعدة دي؟ لو أنا رحت هنتج اللي أنا هعمله والمشروع اللي أنا هعمله في قد إيه؟ أهم حاجة فيها الطرق. الطرق إحنا اتنقلنا من 118 إلى 28، يعني تصنيف العالم يعني. تصنيف العالم، يعني إحنا أصبحنا من 28 دولة في العالم. من 118 ل 28. ل 28، قفزة مهولة. صحيح. إحنا عندنا 2200 مشروع في الطرق بس. عند صرفنا او بننفق عليها 1523 مليار، يعني تريليون ونص. هو ده هباء منصوره؟ لا، احنا عايشين وتقريبا المشروعات دي قربت تخلص وهنشوف وجهها ازاي، هنشوف الاستثمارات جايه ازاي، هنشوف المشروعات جايه ازاي. ده حتى اللي هي لمؤاخذه يعني اللي عنده سلعه في الغذاء او مثلا محصول الطماطم وعايز يبيعه في محافظه تانية مش هياخد وقت، بدل ما كانت كميات كتيره كانت بتهدر. عشان انا بقول لك من مستوى الفلاح البسيط الى مستوى المشروعات العملاقه الكبيره، سواء تعدين، سواء زراعه، سواء صناعه، سواء سياحه، سواء انا بوفر 30% من عمري، من الوقت اللي بستخدمه في المواصلات، قللت الحوادث ب 44%، واستهلاك الوقود، واستهلاك الوقود واللي الناس بتعاني منه طاقه، والبيئه، وطبعا البيئه ده جزء مهم جدا. صحيح. أنا بقلل الانبعاثات بشكل غير مباشر، الحصيلة دي كلها لما تتجمع هتنقل لي نقلة تانية. احنا بس علشان احنا شغالين في جوه فالمعاصرة حجاب، احنا مش شايفين النتائج والآثار، فالنتائج خلاص انتهى تقريبا هذا المشروع يعني في خلال العام الحالي. ده حضرتك بتتكلم على ده، لكن احنا بنتكلم على حاجات كتير. لا مش ده المشروع ده مصر كلها. ما أنا بقول في حاجات احنا شايفينها بعينينا. ده تفصيلة واحدة. احنا شايفينها بعينينا وبنستعملها يعني، وأعتقد يعني أصل هقول لحضرتك حاجه يعني انا مثلا ساعات انا عايز اصحي الناس بس لان ذاكره السمكه احنا كنا فين. مش اصحي الناس يا فندم يعني تلاقي حاجات ناس كاتبه مثلا ايه، هو كفايه طرق، كفايه كباري، كفايه ده. احنا قلنا الطريق حياه. انت كنت عايش ازاي قبل كده؟ ما تفتكر ده انا لو فتحت بنزينه جديده على الطريق ما انا بشغل فرصه عمل. بالظبط. ما انا لو عملت مجتمع عمراني هعمل كام فرصه عمل؟ ما هو انا ال 25 مليون دول لما يروحوا اماكن ثانيه هيوفروا كام فرصه عمل؟ هي الفكرة كده. طب أنا هقول لحضرتك على حاجة صغيرة كده، يعني لو تتذكر كانت مصر من أكبر الدول في معدلات الحوادث. صحيح. لو تتذكر طبعا شوف نسبة الحوادث قلت بشكل قد إيه. نسبة 44% من السنة اللي فاتت. طيب النسبة دي زادت أكتر، هي قلت يعني. أنا لو عندي 100 حادثة أنا وفرت فيهم 44% أو منعت منهم 44% حوادث. فانا حياه، ما هي دي الرساله. الرئيس عبد الناصر زمان كان لما طلع الثوره كان بيقول ان انا الثوره دي قامت منع استغلال الانسان لاخيه الانسان. انا دلوقتي بقول ان الدم المصري محترم. ابو الدم المصري محترم وكلامه خلاص؟ لا، ما انا منع الحوادث للانسان المصري ومنع الاصابات والتشوهات. خلي بالك ما في تراكمات تانية صحيه وعلاج و و و و. صحيح. هي منظومه متكامله. التخطيط الشامل البعيد المدى اللي بيربط بين الاشياء كلها مع بعضها اللي هي يربط الحياه. بدايتها الطريق. صحيح صحيح صحيح. يعني يمكن انا امبارح كنت بتابع يعني
لما القوات الروسية انسحبت من عدد من المناطق ولما دخلوا المناطق دي، مشكلة المناطق دي ان هي مش رجعت لهم، هي كانت ارض محروقة، صحيح. لا طرق ولا اي حاجة، فالطريق حياة، الطريق مصدر رزق، الطريق حاجات كتيرة جدا مهمة يعني، هو والطريق الاساس. صحيح، معاك حق. احنا بنجهز نفسنا عشان نبقى دولة محترمة، كفايانا مش عايزين نبقى زي اوروبا والدول المتقدمة، ده الاساس اللي هنبقى فيه، لانه مفيش مستثمر ولا فيش مصانع ولا فيش اي مشروع هيتعمل بدون طريق محترم. بس انا مش عايز ابقى زي اوروبا والدول المتقدمة. لا مش القصد، احنا في التقدم فقط. فرق، هناك فرق بين الحضارة والتقدم. ايوه خلينا، ومصر دائما هي صانعة الحضارة. صحيح. والمحافظة عليها حتى لو كانت في أحلك ظروفها. صحيح. طب تعالى برضو ننتقل لخبر، برضو خبر جميل جدا يعني، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبلت في مقرها بالعين السخنة وفد من شركة تياني الصينية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية لبحث فرص التعاون في هذا القطاع وضخ استثمارات بالمنطقة. وكان في استقبالهم اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق الصناعية، حيث عقد اجتماعا مع وفد الشركة برئاسة لي ماوان رئيس مجلس الإدارة. في مستهل الاجتماع رحب نائب رئيس الهيئة بوفد الشركة مؤكدا على حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعم المستثمرين كافة وتقديم الحوافز الاستثمارية اللازمة لإقامة مشروعاتهم بالمنطقة. من جانبه أعرب ماو آن رئيس مجلس إدارة شركة يعني الصينية عن تطلع الشركة للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لما لديها من إمكانات هائلة ولنجاحها مسبقا في دعم الاستثمار الصيني من خلال إقامة المنطقة الصناعية تيدا. وأشار أن الشركة تستهدف إقامة مشروع لاستخلاص عنصر البروم الكيميائي الذي يدخل في صناعات عدة كمستحضرات التجميل والصناعات البترولية والمنسوجات ومواد طلاء الأثاث وغيرها. يعني يا رب، احنا بنتكلم على استثمار وبنتكلم على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنتكلم على الجانب الصيني وفي منطقة هناك صناعية صينية في هناك، لكن في مشروعات دلوقتي ابتدت تبقى موجودة مع الاستثمار الأجنبي، وده بيديني إحساس، قولي إذا كان إحساسي صح ولا غلط، إن أنا يعني ماشي على الطريق إن هذه المنطقة الحيوية رايحة إنها تبقى منطقة لوجستية عالمية. طيب عشان نعرف احنا فين وكلامنا صحيح، احنا رايحين فين وجايين منين، لازم نقول شويه ارقام. اتفضل. الرقم الاولاني ان انا المساحه اللي انا بقول عليها منطقه اقتصاديه لقناه السويس الناس يعني مش فاهمها قوي، انا عندي 421 مليون متر مربع، تخيلي بحجم محافظتين. اتنين، هو قناه السويس دي قناه عاديه؟ هي بتعدي فيها 10% من التجارة المنقولة بحرا. طب هو كده بس؟ تجارة العالم. تجارة العالم. نعم. أنا بتعدي عندي 18,000 سفينة سنويا. أنا عندي دلوقتي أصبح بقى عندي المنطقة الاقتصادية دي هي 4 مناطق صناعية كبيرة. المنطقة الصناعية تيدا دي ده جزء من أحد المناطق. طيب هي قناة السويس دي هي الأربع مناطق متقسمة إزاي؟ على أساس إيه؟ على أساس القرب والبعد من المواني وسهولة التنقل. يعني واحدة منها مثلا على بعد 5 كيلو من الإسماعيلية، تانية على بعد نفس المثل من بورسعيد. الأربع مناطق الكبيرة دي جواها مناطق صناعية تانية صغيرة على حسب التخصصات ولا مش حسب التخصصات؟ لا، في تخصصات طبعا. أوكي. فأنا عندي صناعة سيارات، ومش صناعة سيارات بس، أنا عندي صناعة إطارات. وفي جزء مثلا بالنسبة للسيارات صناعة سيارات كهربائية. طيب لا، أنا عندي صناعات حاجة اسمها الصب المعدنية كل ما يتعلق بالمعادن. أنا عندي صناعات كل ما تدخل في البترول. أنا عندي صناعات كل ما يتعلق بالمنسوجات. عندي حوالي أكتر من 20 أو 30 صناعة بما فيها صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنا عامل لها منطقة لوحدها. كل شركات التكنولوجيا القابلة الراغبة في الاستثمار في مصر في المنطقة دي. طب هو فكرة قناة السويس إيه؟ أو المنطقة دي تحديدا إيه؟ هي بتحلي الدخول لأسواق أفريقيا كلها، وبتحلي الدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط كلها،
وبتتيح للدخول الى الجزء الاكبر من اوروبا، من اول ايطاليا كده وفرنسا واسبانيا الى الشرق. مربوطه بمطارات دوليه، مربوطه باهم المواني في المنطقه دي كلها، فيها تجاره داخله على طول يوميه. التجاره دي بتعمل ترانزيت، الترانزيت دي ممكن اجيب البضائع واوديها وانقلها، او اجيب واصنع وانقلها. فانا اصبحت السنتر او الهب اللي موجود في المنطقه دي، مفيش هب بالحجم ده او مركز في الحجم ده. طب هو احنا بس حتى لو هنتكلم على سنغافوره برضو مش بالحجم ده. سنغافوره عندها جزء بعيد. انا بكلمك على المنطقه مركز العالم. لا مش مركز العالم بس. انا مجالي هشتغل فين؟ ايه المجال اللي انا عايز اروحه او استثمر فيه؟ ما انا مش هروح سنغافوره، اروح هونج كونج مثلا، عشان انا السوق بتاعي افريقيا. السوق بتاعي الجزء الجنوبي، دول اوروبا الجنوبيه كلها. السوق بتاعي منطقه الشرق الاوسط دي كلها. انا لو هصنع هنا وانقل هنا، الحاجة ب10 جنيه هتبقى ب5 جنيه، فأنا هبيعها وصاحبها اللي معايا شريك معايا هيبيعها وهيكسب. وليه؟ لأن أنا قللت من تكلفة النقل، قللت من الضرايب والحوافز اللي موجودة، أنا مجهز كل حاجة، تمام؟ نديهم الحوافز. أنا بعمل توطين للصناعات، فأنا بشارك فيها، فالمنتج اللي طالع مش طالع جاي مستورد بس، لا ده أنا شارك فيه. يعني مثلا احنا بنعمل في الاوتوبيسات دلوقتي 70% ونوصل ل 80%، فانا منتج شريك في الانتاج. الفكره في المنطقه دي ان انا اكبر عندي صناعه بتاعتي، او على الاقل المساهم الاكبر ان لم اكن مساهم اصغر. فانا عندي قاره كبيره بالعماله بكل حاجه. خلي بالك احنا ما بنتكلمش على النهارده، بالعماله طبعا. انا يعني مش حافظ الرقم اللي يمكن ان توفره تلك المنطقه من فرص عمل، لكن انا ببص للمستقبل. افريقيا هتبقى اكبر عدد سكان في العالم، او مش اكبر عدد سكان يعني بعد اسيا مباشره، وهيتجاوز عدد سكانها. هقول لك على حاجه، ما هم برضو مش يعني اذكياء. المدن او النمو مثلا على سبيل المثال في المدن هتبقى في المناطق العالم النامي اللي هي افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط والمستقبل. اوروبا ستتوقف عند هذا الحد، او على الاقل نموها السكاني قليل، فبالتالي يعني زي ما بتقال عليها. طبعا عارفين نعم. الكلام ده وامريكا كذا، فالنمو كله في المنطقه دي. فانا بقول انا شريك في تنميه هذه المنطقه، وفي تشغيل هذه المنطقه، وفي انتاج الصناعات التي تحتاجها او المنتجات التي تحتاجها هذه المنطقه. طب ايه اللي مأخرنا ان احنا نشوف هذا المشهد؟ يعني انا بتكلم على هذه المنطقه. ما انا التاخير ده يعني حضرتك يتعلق بجزء منه سياسي وليس جزء منه عملي. من ناحية العالم في أفيال وفي أسود وفي ضباع بهذا المعنى، فلما بيتفق الأسود مع بعضهم على كل واحد في منطقته دايم بيبدأ الحركة الاقتصادية تشتغل. مصر مشكلتها وميزتها في نفس الوقت إنها دولة مستقلة بذاتها، لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها. عندنا نوع من أنواع التوازن، عايزين عندنا تنوع، فعشان كده نلاقي حاجه صيني لما الصين ضد امريكا، ونلاقي حاجه امريكي اما امريكا ضد الصين، اما نلاقي حاجه اوروبا فاهمه منتجات وشركات لما في وفي هند. ده هذا التنوع صعب انه يبقى موجود في دول كتيره، فده مرتبط بجزء منها بقرار سياسي. عندنا روسيا منطقه صناعيه في روسيا، لما روسيا عندها مشكله وعقوبات مع الغرب، هناك امور يعني ليس المقام اكبر من اللوجستيات اكبر يعني. من اللوجستيات نعم. طيب انتقل، لكن شغالين يعني شغالين، واصبح منتجات، واصبح عندنا 250 منشاه وشغالين موجوده، وعندنا اكثر من 14 شركه كبرى بيسموها مطور صناعي. مش شركه يعني نعم. لا المطور اللي هو بيديني منتج جديد. هو يمكن انا قلت الكلام ده غير على بلدي يعني، ليس الا طبعا يعني طبعا من حق التساؤلات. يعني اتمنى ان انا اشوف هذه المنطقه. احنا عندنا تحفظ بصراحه في يعني الحديث بشكل عام عن علاقه السياسه بالاقتصاد في العالم، وتقسيم العمل الدولي والتنافس والصراع، لان كل حاجه مرتبطه ببعضها. الفلوس ما بتجيش، السياسه مرتبطه بالاقتصاد، بس هو الاقتصاد ابو السياسه يعني. وزي ما بنقول، واكيد المشهد العالمي اكبر دليل على كده يعني. لا صعب طبعا، صعب مشهد نعم. بس يعني الحمد لله ما زلنا نفرض احترامنا، او قادرين على ان نفرض احترامنا، بس عايزين نشتغل بقى ونكسب.
وننتج. نتمنى اكيد احنا بنتمنى ان مصر تبقى يعني ده بقى بالدبلوماسيه والتوازن والسير على خطوط دقيقه في العلاقات ما بين العالم. صحيح صحيح. طيب خليني انتقل لملف اخر وملف مهم جدا وفي انجاز في هذا الملف. انا بتكلم على الاسكان، على ملف الاسكان. قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ان الصندوق يعمل على مراعاه المعايير البيئيه والاهداف الامميه الخاصه بالتنميه المستدامه من خلال انشاء مجتمعات حضريه وصحيه تتميز بالكفاءه والفعاليه في استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الصندوق أطلق بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان مبادرة العمارة الخضراء والتي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية: حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة. وجرى طرح 1000 وحدة خلال الفترة الماضية، على أن يتم طرح باقي الوحدات تباعا حتى يتم الانتهاء من بنائها في عام 2024. أستاذ ياسين، يعني لما بتكلم على العمارة الخضراء ده مصطلح جديد دلوقتي على المواطن، انه ده مصطلح جديد. ولما بقول انه هو هيتم الانتهاء من بنائها في 2024، ده بكره 2024. صحيح. ده بكره يعني. صحيح. مش بتكلم على حاجه بعيده. صحيح. وبتكلم على حدائق العاصمه، العبور الجديده، اسوان الجديده، الغردقه، بتكلم على مناطق يعني تحت ايدنا برضو يعني. صحيح. فيمكن المواطن اللي بيسمعني دلوقتي، ايه العمارة الخضراء دي؟ يعني ايه بتراعي البعد والمعايير البيئية؟ يعني ايه الفكرة دي؟ يعني برضو فكرة جديدة المواطن، يعني ان انا لا هروح اشتري شقة. هي جديدة عندنا بس. ماشي، ما هو اللي هيروح يشتري شقة في مثلا في حدائق العاصمة او في العبور او في الغردقة، انا على فكرة دي من العمارة الخضراء. يعني ايه يا فندم؟ انا هقول لحضرتك. يعني السباكة برا ولا السباكة جوه؟ يعني هو برضو هيسألني ايه العمارة الخضراء دي؟ انا هقول لحضرتك. في مفهوم جديد يتبناه العالم دلوقتي، قلنا برضو ليه علاقة بتغير المناخ وليه علاقة بما يسمى البعد البيئي، واللي هو بالمناسبة أحد المحاور الثلاثة لفلسفة مصر 2030. وأنا لما أشوف حد يتكلم عن البيئة وهو شغال أطمن، لأنه ده معناه أنه فيه جودة واخد الأمور جد. لأن لما أعمل مشروع ولا مؤاخذه يعني مش هراعي حاجه جنبي حواليا، فاهمه، وهعمل مصنع واعمل التلوث في النيل، فانا ده لعب او هزار او على اقل رجل مستثمر غير جاد يريد ان ينهب ويترك. لما تقبل الكلام ده موجود في الاستراتيجيه العامه للدوله، يبقى فيه فعلا رؤيه حقيقيه لنقل مصر نقله جديده. اما العماره الخضراء بسريعا كده، يعني العماره اللي ممكن يتزرع سطحها وأوجهها، العمارة اللي بتستخدم المية الرمادية. يعني المية الرمادية اللي هي مش مرتبطة بالصرف الصحي، اللي هي غسيل المواعين والمطبخ والاستفادة منها. طيب هو بس كده؟ لا، ده العمارة اللي بتاخد المونة البيضة مش المونة الأسمنتية. طب أنا أعملها ليه كده برضو؟ أولا بعد بيئي، ثانيا وجه جمالي، ثالثا أنا برضو في شرائح في المجتمع عندي قادر على ده، فهتسيب مكانها لغيرها حضرتك. فانا لو الحاجات دي لما انا بس هي دي بسعر غير السعر بقى. اكيد طبعا، لان كل محوله ليها تكلفه. صحيح. فانا عندي شرايح، ممكن انا بشتغل عملي، ما انا عايز، انا عندي المجتمع كده شرايح، انا عايز استفيد من ده واستفيد من ده واستفيد من ده لصالح محدود الاخوه، انا ما يجيب لي محدود الدخل منين؟ صحيح. مثلا. صحيح. فهي دي فلسفه متكامله. صحيح، وفلسفه مهمه وبنشوفها في اغلب دول العالم، يعني العماره الخضراء يعني. الكاتب الصحفي الاستاذ ياسين غلاب نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي، انا بشكرك شكرا جزيلا. نورتنا. اهلا بيك يا فندم. شكرا جزيلا وشكرا ليك. اهلا بيك يا فندم. بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحافه. دلوقتي هروح نشوف تقرير مع بعض عن حكايه مكان. تقريرنا النهارده عن متحف اندرسون، وبعده عندنا فقره السوشيال ميديا. رجعت لنا تاني بعد رجوع لميس. بالسلامه. متحف جاير اندرسون
يقع في ميدان أحمد بن طولون بحي السيدة زينب، يعد متحف جاير أندرسون من أهم المعالم الأثرية الإسلامية في مصر، يتميز بتصميمه المعماري الشرقي. كان المتحف في الأصل عبارة عن منزلين منفصلين تم بناؤهما خلال العصر العثماني بجوار بعضهما البعض. شيد المنزل الأول المعلم عبد القادر الحداد عام 1540، أما المنزل الثاني فشيده الحاج محمد بن سالم الجزار عام 1631. وفي عام 1935 سكن المنزلين الضابط الإنجليزي جاير أندرسون، وقام بربطهما ببعضهما البعض عن طريق ممر. بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1942 حين غادر جاير أندرسون مصر، ويتكون المتحف من عدة قاعات مجهزة بأثاث من نفس طراز القاعة، فمنها الأندلسية والدمشقية والصينية، ويوجد به مجموعة قاعات تتبع عمارة المنزل منها الحرملك والسلملك والاحتفالات وغيرها. ودلوقتي جه معادنا وفقرتنا الأسبوعية للسوشيال ميديا ترندز، وإيه الترندز الجديدة على كل مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك لتويتر انستجرام يوتيوب، كل حاجة هتكون معانا النهاردة. وخلوني أقول لكم هنبدأ بإيه من خلال العناوين. نداء الفنان أشرف عبد الباقي لحرامي المساحة، طفلة مصرية تخترق الحاجز الأمني بمطار القاهرة، بعد عرض مبهر قدموه في النهائيات فرقة مياس اللبنانية تحقق اللقب، تاج الملكة إليزابيث يحيي رواد التواصل الاجتماعي، والفنان بهاء سلطان ترند يوتيوب بأغنية دلوقتي عجبناكم. خلونا ندخل في التفاصيل واقول لكم انه الفنان اشرف عبد الباقي نشر فيديو وهو في بيته بيقوم بتركيب كاميرا مراقبه، طبعا زي ما انتم عارفين، بعد تعرضه لسرقه مساحه عربيته كذا مره. والحقيقه انه الفنان اشرف عبد الباقي على الرغم من انه تعرض للسرقه الا انه اخذ الموضوع ببساطه وقلبه لقصه كوميديه، وقعد يلمع في الكاميرا ويوجه رساله للحرامي يقول له انت كنت فاكر ان الكاميرا مش متسلطه على العربيه، اديني سلطتها اهو على العربيه علشان تعرف ان مراقبك ومراقب المساحه. تعالوا نشوف عمل ايه. حد يشبك كده تمام وريته زمان مات لما احمد النار. نداء الى حرامي المساحه بتاعت العربيه. انت طبعا كنت معتمد ان الكاميرا مش جايبه العربيه، انا عدلت الكاميرا. اوعى حرامي بتاع المساحه ده بس. اوعى خلاص المساحه بقت متراقبه اهي. خلونا نروح لترند تاني وحققت فرقه مياس اللبنانيه اللقب بعد تقديمها لعرض ابهر الجمهور ولجنه التحكيم بالبرنامج الشهير امريكانز جوت تالنت. فرقه مياس هي فرقه لبنانيه من اكبر فرق اداء الرقص في العالم كله يا جماعه، وليها شهره عالميه كبيره جدا، لكن دي ما كانتش اول مشاركه ليهم ببرنامج المسابقات، لانهم شاركوا في العديد من المسابقات التنافسيه قبل كده وحصلوا من خلال المسابقات دي على المراكز الاولى دايما في مسابقات كتير. الفرقه بتتكون من مجموعه بنات عددهم 60 عضو بيقدموا عروض راقصه بشكل منسق وجذاب للمشاهدين. وتم تاسيس كمان الفرقه اللي انتم شايفينها قصادكم دي عام 2013 على ايد نديم شوفان، ولكنهم شهرتهم بدات ان هي تنتشر في 2019 بعد فوزهم في برامج كتيرة جدا شاركوا فيها، زي ما بقول لكم برامج مسابقات تنافسية. وفازت فرقة مياس اللبنانية من يومين بالمركز الأول في البرنامج الكبير بعد تقديمهم طبعا لعرض كبير ومبهر زي ما انتم شايفين معانا على الشاشة. تعالوا بقى نروح للخبر اللي بعد كده.
وهو قصة تاج الملكة إليزابيث اللي كانت من أشهر ترندات السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا بعد ما ظهر التاج على نعش الملكة إليزابيث الثانية، ولكن شكله وهيئته بيبين قد إيه كان ملفت للنظر، ومن الواضح انه قطعه من المجوهرات الثمينه جدا اللي كانت بتمتلكها الملكه اليزابيث. وبالفعل بعد البحث عن اصل التاج ده وايه قصته بالظبط بالظبط اتضح ان التاج ده اسمه امبيريال ستيت او تاج الامبراطوريه، وانه اتصنع مخصوص لتتويج الملكه او الملك جورج الرابع عام 1937 باستخدام جواهر بيعود تاريخها لمئات السنين، منها الياقوت، ولبست الملكه الراحله التاج لاول مره عند تتويجها على عرش بريطانيا عام 1953، وكمان لبسته الملكه في كل افتتاح رسمي للبرلمان وفي كل المناسبات الرسميه. لكن الغريب انه الملكه الراحله صرحت قبل كده عن رايها في التاج بانه غير عملي. وخلوني اقول لكم انه التاج مصنوع من اطار ذهبي وقبعه مخمليه بالاضافه لالاف الاحجار الكريمه، منها مثلا 2868 ماسه و 269 لؤلؤه و 17 ياقوته زرقاء. تخيلوا انتوا بقى يعني سعر التاج ده ممكن يوصل لكام. اخر ترند معانا النهارده هي اغنيه بهاء سلطان دلوقتي عجبناكم، واللي من كلمات منى القيعي والحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل. الاغنيه تصدرت ترند اليوتيوب بعد وصولها للمليون مشاهده بعد يوم واحد من طرحها، والحقيقه دي مش اول مره يتصدر الفنان بهاء سلطان اليوتيوب. من فتره كمان كانت اغنيه انا غلطان وصلت ل 20 مليون مشاهده على اليوتيوب. من الاغاني الحلوه قوي اللي نزلت مؤخرا للفنان بهاء سلطان. وبفيديو مو صلاح تكون انتهت فقرتنا ترندز النهارده على خير يا رب. نتقابل الاسبوع الجاي ومجموعه من الترندز الموجوده على السوشيال ميديا. دلوقتي حلقتنا لسه مكمله، خليكم معانا. صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، فقرة جديدة من صباح البلد. في السنوات الأخيرة أصبح التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الطب في تزايد مستمر وبسرعة رهيبة جدا، واكتشاف وعلاج الأمراض اللي كنا زمان فاكرين أنه هو مستحيل أو صعب دلوقتي مع التقدم العلمي ده بقى سهل جدا اكتشاف الأمراض دي وكمان علاجها. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا وهو كيفية استخلاص الحيوانات المنوية من الخصية باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي وتأثيره كمان على فرص الإنجاب، مع ضيفي اللي منورنا النهارده الاستاذ الدكتور خالد سالم استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. دكتور خالد، القيمه والقامه العلميه الكبيره، مشرفنا يا دكتور. صباح الفل على حضرتك. صباح النور. صباح النور. يمكن يا دكتور استخلاص الحيوانات المنويه بالميكروسكوب الجراحي هي حاجه دقيقه جدا 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 جدا، ويمكن هي من احدث التقنيات الموجوده النهارده او الطفرات اللي طلعت في مجال الطب عموما. كلمنا دكتور عنها في البدايه، نعرف يعني ايه استخلاص الحيوان المنوي بالميكروسكوب الجراحي ونعرف اهميه دقه العمليه دي بالتحديد ايه. دلوقتي استخلاص الحيوانات المنويه بالميكروسكوب الجراحي من الخصيه، هذا الاجراء او هذه العمليه ما ينفعش تتعمل لمريض عنده حيوانات منويه في السيال المنوي. يبقى اذن احنا بنعملها لمين؟ للمريض اللي هو ما عندوش حيوانات منويه في السيال المنوي، او اللي هو يمكن العيانين تبقى عارفه تعبير الازو. فحيوان ما عندوش، عيان ما عندوش حيوانات منويه في السيال المنوي، يبقى ممكن نعمل له استخلاص حيوانات منويه من الخصيه بالميكروسكوب. ده الاول، اول نقطه. هنا احب اوضح نقطتين قبل العمليه. والنقطتين اللي قبل العمليه دول مهمين جدا. اول نقطه هي ان انا قبل ما ادخل العيان يعمل عمليه استخلاص حيوانات منويه لازم ابقى محضره كويس. يعني ايه محضره كويس؟ يعني المريض ده لو عنده مشكله في الهرمونات اصلحها له. تمام. ولا اقصد بالاف اس اتش، لان الاف اس اتش ده طبيعي في الضعف الخصيه هيبقى عالي. انا بتكلم تحديدا على هرمون اللبن، هرمون الذكوره،
هرمون الانوثه اللي هو الاي 2. خلاص لازم اظبط له الهرمونات ديت. ليه؟ لان الهرمونات دي لها تاثير مباشر على وظيفه الخصيه. يبقى اذا حتى اولا انا لما بظبط الهرمونات دي برفع احتماليه ان انا الاقي داخل الخصيه. ادي واحد. نمره 2، جوده الحيوان في ظل الهرمونات المتظبطه هتبقى افضل. يبقى ده حتمي لازم اعمله. طيب. يبقى لازم قبل ما ادخل عيان اعمله العمليه ديت لازم اظبطه الهرمونات التحضير. ادي واحد. نمره 2، لو عنده دوالي تتشال. ليه؟ لان الدوالي لها تاثير سلبي على الحيوانات المنويه اللي في السائل المنوي. طيب الحيوانات اللي انا هاخدها من الخصيه مش هتاثر عليها؟ مؤقت هتاثر عليها هي كمان. يبقى اذا تحضير يشمل لو العيان عنده دوالي تتعمل، لو عنده اختلال هرموني يتظبط. تمام. خلاص يبقى اذا المريض هنا جاهز على العمليه يخش العمليات. هنا عندنا طريقتين اتنين لاستخلاص الحيوانات المنويه. اما العينه العشوائيه خلاص، واما استخلاص باستخدام الميكروسكوب الجراحي. ايه الفرق ما بين الطريقه دي والطريقه دي؟ الطريقه اللي باستخدام الميكروسكوب الجراحي انا باخد عشر كميه النسيج اللي انا باخده بالعينه العشوائيه. يعني لو قلنا بالعينه العشوائيه انا هاخد 10 جرام، يبقى العينه بالميكروسكوب هاخد جرام واحد. او اذا كنت هاخد جرام نسيج بالعينه العشوائيه يبقى هاخد 10 جرام بالعينه الميكروسكوبيه. طبعا ده انت بتحافظ على الخصية. ده اول حاجه. النقطه الثانيه، انا باستخدام الميكروسكوب انا بدخل على البؤر اللي انا شايف ان هي شغاله، فباخد منها، ما بقعدش ابوظ في نسيج. ما باخدش برضو بطريقه عشوائيه. بالظبط كده، وطبيعيه ما ببوظش نسيج الخصيه. يمكن احنا هنشوف فيديو دلوقتي بيوضح الفرق ما بين يعني في حاله ان المريض ده عنده انعدام الحيوانات المنويه نتيجه انسداد، و باخد من الخصيه في حاله ان المريض ده عنده ضعف في مش نتيجه انسداد، ضعف في الخصيه. يبقى اذا هنا جزء من التحضير انك انت تبقى مشخص وعارف العيان ده عنده ايه. تمام. يبقى عارف هو نتيجه انسداد ولا نتيجه ضعف ايه وظيفي. تمام. لو نتيجه انسداد يبقى خلاص احنا هناخد من البربخ، لو نتيجه ضعف وظيفي يبقى انا هاخد من الخصيه. وكلا في كلا الحالتين باستخدام الميكروسكوب الجراحي. في الضعف الوظيفي هو مهم جدا 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 تحضر المريض عشان تحفز الخصيه، وبالتبعيه لما تفتح تلاقي. انا عايز احكي قصه متكرره. يعني على فكره معظم الامثله اللي انا بضربها في الحالات ديت بتبقى حالات متكرره، حالات واقعيه يعني ومتكرره. هي واقعيه ومش حالات نادره، لا يعني متكرره كتير. يعني عيان يجي انا ما عنديش حيوانات منويه، خدوا لي عينه من خصيه ما لقوش فيها. طبعا هنا ده مش معناه ان خلاص انتهى الموضوع. لما بنيجي نقيم العيان، في عيان بتلاقي عنده دوالي بتعمليها له، في عيان بيبقى عنده لخبطه في الهرمونات بتظبطيها له، وبعد كده بعض العيانين دول بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي. يعني بعد ما بتظبطيه او بتحضريه بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي. طب ازاي يطلع في السائل المنوي وهو كان اما خدوا له عينه ما لقوش فيها؟ طبعا كان متحضر طبيعي. يمكن غلط، لا شيء، هم ما حضرهوش. انت انسى، انت ما عندكش حيوانات منويه، يبقى خلاص هي عينه خصية. مين اللي قال الكلام ده؟ الخصية هي عبارة عن آلة لإنتاج الحيوانات المنوية. تمام. هذه الآلة، احنا انا حدي حاجة بسيطة جدا عشان توضح الفكرة وكل الناس شايفاها وكل الناس تعرفها، لكن كل الناس ما تعرفش معناها. اللي هي ايه؟ تحليل السائل المنوي بتاع اي شخص ممكن يبقى العدد فيه زيادة وممكن يبقى العدد فيه نقص. قليل. التذبذب ده معناه ايه؟ تذبذب في وظيفة الخصية. طب ما هو نفس القصة، العيان اللي بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي وظيفة الخصية بتتذبذب. طب ما هو نفس القصة، وارد ان الخصية الضعيفة برضو يحصل فيها تذبذب في وظيفتها. بالعكس بقى، التذبذب في حالة الضعف الخصية ده هيبقى مهم جدا ان انا اظبطه عن العيان اللي هو بيطلع في السائل المنوي. وبعض العيانين لما بنحضرهم بنلاقي باستخدام الميكروسكوب، بعد ما بنحضرهم وبنستخدم الميكروسكوب بنلاقي. يعني احنا في عيانين فتحوا مره وما لقوش، واحنا لما فتحناهم عندنا في المركز لقينا بعد تحضيرهم، وفي احيانا مرتين وفي احيانا ثلاثه. انا عايز اقول ايه؟ ان تحضير المريض مهم جدا جدا لا يقل اهميه عن العمليه عن العمليه ذات نفسها. ادي النقطتين اللي لازم ناخد بالنا منهم. مين يا دكتور اللي المفروض ياخد العينات دي من المريض؟
بكل اسف انت حضرتك سالتي سؤال يعني مؤلم ومؤلم جدا جدا جدا. لك ان تتخيلي ان ممكن جدا في بعض مراكز اطفال انابيب دكتور النساء اللي بياخد العينه، واحيانا بيجيبوا دكتور جراحه يعمل ياخد العينه، وطبعا بيحصل مضاعفات طبعا. يعني انا عايز اقول ان ممكن جدا العينه الخصيه دي المريض يفقد الخصيه بتاعته بعدها، يحصل تجمع دموي بوظ الخصيه انتهت. فطبعا كلام مش مظبوط. النقطة التانية اللي أنا عايز أوضحها إن الاستخلاص بالميكروسكوب، إحنا لما بنيجي نعمل عملية استخلاص حيوانات منوية بالميكروسكوب من الخصية، إحنا بنقسم الخصية نصين زي البرتقانية، يعني زي ما أجيب سكينة كده وأقوم قاسمها كلها، فبالتبعية سطح الخصية كله قصادي. النقطة التانية الأوعية الدموية اللي داخلة الخصية داخلة من القطبين بتوع الخصية، يعني أنا عايزين نتخيل الخصية كده زي البيضة والأوعية الدموية داخلة من هنا وداخلة من هنا. لما باجي أقسم الخصية نصين كده أنا بحافظ على الأوعية الدموية وده أقل تهتك ممكن. تمام. لما باخد عينة عشوائية أنا بهتك الأوعية الدموية دي كلها، فالعينة اللي أنا خدتها بوظت الجزء اللي وراها، بوظت الجزء اللي وراها. أحيانا بسبب العينة ديت ممكن جدا المريض يعني الخصية بتاعته كلها تبوظ، ممكن جدا المريض يحصل له ممكن نفقده أي فرص للإنجاب بعد كده. بالظبط، بيحصل نقص شديد في هرمون الذكورة، وبالتبعية العيان هيفضل ماشي طول عمره بعلاج هرموني بديل. أنا عايز أقول المدار كتيرة للعينة العشوائية أو بالطريقة بدون استخدام الميكروسكوب. آخر نقطة أنا عايز أقولها، هو الغرب لما طلع الميكروسكوب في استخلاص الحيوانات المنويه هل هو طلعه من باب الوجاهه؟ يعني من باب ان احنا نقول ان احنا بنستخدم ميكروسكوب، ولا له ضروره وله قيمه في النتيجه؟ انا عايز اقول ان ممكن جدا عيان يفقد فرصته بالانجاب نتيجه العينه العشوائيه اللي خدها، ان هو ما خدش وبالتبعيه كانت الفرصه بالنسبه له ما هيش كبيره. فهنا الـ يعني انا بعتبر ان هو يعني ظلم جديد للعيان ان هو دكتور مش متخصص يعمل العمليه، مكان او مش تتعمل متخصص كمان. احيانا بتبقى اماكن متخصص، يعني احيانا بتبقى مراكز اطفال انابيب، ولكن هي يعني انا ما اعرفش يمكن برضو مش الشخص المضبوط اللي اخذ العينه. انا ما اعرفش المبررات ان انا اخلي دكتور مش متخصص في مجال الذكوره وبيشتغل بالميكروسكوب ان هو يقوم بالعمليه ديت. يعني احنا ما هوش عبثي ان احنا نجيب اعلى ميكروسكوب متاح عشان نشتغل بيه. برضه عشان اوضح النقطه اهميتها، احنا التكبير في الميكروسكوب الجراحي احنا السنتي الواحد بنشوفه يعني السنتي بنشوفه 25 سنتي ربع متر، يعني لك ان تتخيلي حته صغننه قد كده بتشوفيها على هيئه ربع متر. درجه التكبير العاليه دي بتمكنك ان انت دقه اعلى طبعا بكتير، يعني تبقي داخله على البؤر اللي هي شغاله وتاخدي منها العينه. فهل وارد النهارده ان انا اشتغل بالطريقه العاديه؟ لا طبعا مش وارد، لسبب بسيط جدا، انا بظلم المريض وبفقده احيانا فرصته او بقلل على الاقل فرصته ونسبه النجاح صحيح في ان يحصل حمل. طب نسب النجاح تقريبا يا دكتور للعمليه دي بالميكروسكوب الجراحي عند حضراتكم قد ايه؟ بما ان حضراتكم يعني بتورد عليكم الحالات دي كتير جدا. نسبه نجاح استخلاص الحيوانات المنويه بالميكروسكوب الجراحي 60%. تمام. انا بتكلم في ضعف الخصيه الوظيفي. نسبه استخلاص الحيوانات المنويه بالطريقه بدون استخدام الميكروسكوب الجراحي بتنزل ل 30%. تمام. اذا احنا بنضاعف نسبه النجاح. بضاعف يعني نسبه النجاح. النقطه الثانيه، كميه الحيوانات اللي انا بطلعها باستخدام الميكروسكوب الجراحي اعلى من كميه الحيوانات اللي انا بطلعها بالعينه العشوائيه. طبعا الكلام ده بيترجم في نسبه نجاح الحقن المجهري، انا كل ما كان عندي كميه حيوانات منويه اكتر كل ما كانت فرصه نجاح الحقن المجهري اكتر. ليه؟ لان انا دلوقتي بقدر اختار من الحيوانات دي، يعني لو انا طالع لي في العينه العشوائيه حيوانين ثلاثه اذا انا مضطر ان انا استخدمهم بغض النظر بيتحركوا ما بيتحركوش، جودتهم حلوه جودتهم وحشه، مشوهين غير مشوهين. انما لما انا بستخلص حيوانات منويه بالميكروسكوب الجراحي وبيطلع لي حيوانات كتيره بقدر انقي منهم اللي انا عايزه، وبالتبعيه نسبه النجاح هتختلف تماما. طبعا. فهنا يعني نسبه نجاح الحقن المجهري مش نسبه نجاح استخلاص الحيوانات، بتكلم نسبه نجاح الحقن المجهري ذات نفسه. الموضوع ما هواش بالبساطه اللي ايه خلاص يعني انت هتاخد عينه خصيه خش خد عينه خصيه وخلص الموضوع وهو خلص الموضوع وده زي ده، لا طبعا. والا ما كانش يعني كل هذه الضوابط اتحطت في المجلات العلميه عشان
الضوابط دي اتحطت لصالح المريض طبعا، مش عشان ان هو ان احنا نقول احنا بنعمل بالطريقه دي او بالطريقه دي. يمكن يا دكتور اخد من كلام حضرتك اهميه وجود الميكروسكوب الجراحي النهارده، هي زي ما دكتور قال لنا مش حاجه يعني مش تقنيه حديثه مثلا مركز بيجيبها فرحان ان هو عنده تقنيه حديثه، لا، التقنيه الحديثه دي طلعت علشان تتلاشى مشاكل تقنيات كانت قديمه قبل كده، كانت ممكن تعرض المريض للخطر، كانت ممكن تعرضه لمضاعفات ثانيه كتير، ولكن التقنيات الحديثه لما مراكزنا تجيبها النهارده معناها ان هم بيعلوا بيها سقف يعني نجاح العمليات دي بصورة عالية جدا جدا، ويمكن النتائج بتتضاعف زي ما دكتور خالد قال لنا النهاردة، طبعا مع وجود التحضير الجيد للمريض، وجود مكان متخصص للمريض، أكيد في الآخر المشكلة كلها هتتحل زي ما قال لنا النهاردة دكتور خالد. شرفتنا يا دكتور ونورتنا، خلصت فقرتنا مع حضرتك بسرعة النهاردة، نستنى إن شاء الله حضرتك فقرات تانية كتير نكمل فيها كلامنا. شرفتنا دكتور خالد، الله يخليك. كان معنا النهاردة منورنا الأستاذ الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفة من صباح البلد.